السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الكرام، كان محمد صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه ويقص عليهم خبرا من خبر السابقين، يخبرهم بأخبارهم ويسوق عليهم شيئا من عبرهم. وقد أخبره ربه تبارك وتعالى صلوات ربي وسلامه عليه أن يقص عليهم خبر من خبر السابقين، فقال: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. نعم، قص عليهم قصصا عجبا، قص عليهم قصة الثلاثة التي دخلوا في الغار، وقص عليهم قصة الذي قتل 99 نفسا، وقص عليهم قصة جريج العابد مع أمه. ولعلنا اليوم نقف مع هذه القصة الذي الثلاثة الذي دخلوا في الغار، نقف إن شاء الله. يقول صلى الله عليه وسلم: انطلق، الذي رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انطلق ثلاثة نفر في من كان قبلكم حتى آواهم المبيت، يعني كانوا مسافرين إلى مكان بعيد، فنزل المطر وصار الليل، وعلشان يحتموا من البرد ومن أضرار الليل ومن مطر وجدوا غار فدخلوا فيه. هم على ذلك داخل الغار، فإذا تحركت صخرة من الجبل وسقطت وسدت باب الغار. الله أكبر. قاموا يدفعون الصخرة، ينادون، يصيحون، ولكن ما أحد يسمعهم، الطريق مقطوع. ماذا يفعلوا؟ مصيبة. قال بعضهم، رجل قام فقال: لا ينجيكم إلا ربكم تبارك وتعالى. الناس اقطعوا الأمود، ما في، هذا الطريق مقطوع، لا ينجيكم إلا رب الناس، توسلوا إلى ربكم بصالح الأعمال. أخواني، هنا نأخذ درس بأن التوسل يجوز بثلاث أشياء. أولا، نتوسل بأسماء الله وصفاته. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يا رحمن، يا رحيم، يا غفار، يا جبار، يا ودود، بهذه الأسماء. ونتوسل بأعمال الصالحة كما أخبرنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونتوسل بدعاء واحد مسلم أو شيخنا حي ليس ميت. الميت لا يجوز. كثير من الناس يذهبون إلى القبور ويتوسلوا في أهل القبور، كما جاءوا بعض الناس يقولون: إذا تضايقتم في الأمور فاستعينوا من أهل القبور. وهذا حديث موضوع يقول في البخاري ومسلم، وهذا كذب. يقول: إذا تضايقتم في الأمور فاستعينوا من أهل القبور. أعوذ بالله، هذا كفر. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، لا تسأل وليا ولا نبيا ولا ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا الله تبارك وتعالى. خلي علاقتك كلها مع ربك تبارك وتعالى. نعم، بالثلاث أشياء يجوز التوسل وذكرناهم. قام رجل قال لهم: الناس ما في فايدة، الطريق مقطوع، لا يوجد إلا رب الناس، توسلوا إلى ربكم بأعمال صالحة، توسلوا إلى رب العالمين. فقام رجل منهم فقال: اللهم، كان لي والدين شيخا كبيرين، وكنت
لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. يعني يا ربي كان عندي أبي وأمي وكنت كل يوم أحضر لهم الطعام وأسقيهم اللبن والحليب، قبل ما يشرب أمي وأبي ما أسقي أولادي ولا زوجتي، أول أبي وأمي وبعدين أولادي. في يوم من الأيام ذهبت إلى نبئ طلب الشجر، يعني أخذت المعز والغنم والحيوانات ورحت إلى بعيد أرعاهم. دخلت بين الشجر ولكن تأخرت فأسرعت وجئت فرأيت والدي نائمين. فأسرعت بحليب الشاة وجبتهم الغبوق يعني اللبن، ووقفت فوق رأسهم والصبية أولادي يصطرخون: يا أبي يا أبي، جوعانين، يا أبي يا أبي، نريد أكل، نريد لبن، نريد حليب، يا أبي يا أبي. ولكن أقول لهم: لا أسقيكم قبل أمي وأبي. طيب يا أخي أسقيهم وبعدين لما يستيقظ أبوك وأمك أسقي أبوك وأمك. لا، أول أبي وأمي وبعدين أولادي. طيب أيقظهم صحيهم؟ لا، ينزعجوا، خليهم. ماذا فعل؟ ظل واقف للصباح والحليب بيدي. فأمه وأبوه استيقظوا وسقاهم ثم سقى أولاده. قال: اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء لوجهك فافرج عنا ما نحن فيه يا رب، يا نجينا يا إلهنا، يا رب أنت ربنا، أنت خالقنا، أنت الرب المعبود، وأنت الإله المحمود، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين يا رب، نجينا يا الله هذا العمل لوجهك الكريم، نجينا بالتوسل هذا العمل يا رب. يتوسل بعمله الصالح فيقول ما يعني ماذا يحصل؟ يعني صخرة كبيرة، فجأة الصخرة تهتز وتتحرك. الله أكبر الله أكبر، ماذا يجري؟ ماذا يحصل؟ الصخرة فرجة صغيرة ولكن لا يستطيع الخروج. هذا أول واحد. الثاني قال: يا فلان قم ادعي، فكر وإيش سويت بأعمالك؟ فقال: اللهم في يوم من الأيام كانت ابنة عمي أحبها أشد ما يحب الرجال النساء، أردت أن أتزوجها فرفضت. في يوم من الأيام صار قحط وجوع، الناس ما يجدون أكل ليأكلوا. فجاءت ابنة عمي لتطلب مني المساعدة، فلوس، دراهم. قلت لها بشرط أن تمكنيني نفسك، يعني تسلميني نفسك، يعني بالزنا. فانجبرت ورضيت وهي تبكي، ما في حل، أبوها أمها أخوها جوعانين، بدأ يأكلوا، يا بتسلميني نفسك أو ما في. فانجبرت وهي تبكي. قال: يا رب، لما قدمت لبين رجليها سوف أفعل الزنا، قالت لي: يا فلان اتق الله ولا تكسر الخاتم إلا بحق، ولا تمضي الخاتم إلا بحق. فخفت يا رب، خشيتك يا رب، قمت وتركتها وكانت أحب الناس إلي، فتركت لها الأموال خشيتك يا رب، إن فعلت هذا لرضاك يا رب فأخرجنا من هذه الصخرة، يعني من هذه الغار، ففرج عنا ما نحن فيه. فقال الصخرة يعني تزحزحت شوي ولكن لا يستطيع الخروج، ولكن السماء يروها الآن. الثالث إجا، قال: يا ثالث قم. فقال: اللهم كان لي أجراء يعني عمال، فعطيت كل حق حقه إلا رجلا واحد، بحثت عليه ولم أجده وتركوا راح ما أخذ،
وأنا حقه جمعته وشغلته واشتريت له غنم ومعز وبقر كل سنة ورا سنة سنة ورا سنة، صار مجموعة كبيرة. وبعد سنين جاء وقال: يا عبد الله تذكرني؟ أنا اشتغلت عندك عميل في فلان 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 سنة. قال: نعم. قال: أعطيني حقي. قلت لك، قلت له: تعال شايف هذه الغنم والمعز الكثير؟ هذا حقك. فالتفت إلي وقال: أتستهزئ بي؟ أعطيني حقي. كان هو يعطي حقه، ممكن يعطي حقه يعني دراهم معدودات ويروح، ولكن لا. تقوى الله، تقوى الله. فقال: لا والله لا أستهزئ بك، خذ ما شئت ودع ما شئت، خذ ما شئت ودع ما شئت. فقام هذا الرجل فأخذهم كلهم. كان ماذا أن يفعل؟ كان عليه أن يأخذ قسم ويترك قسم، لأن الرجال تعب عليهم ورباهم. أخذهم كلهم. قال: يا رب، يا رب، هذا العمل إذا سويته لمرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه يا الله. فانفرجت الصخرة وخرجوا من الغار، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إخواني، إذا جمعنا بين الثلاثة وجدنا تقوى الله والإخلاص، والإخلاص. اللهم يا رب اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم. اللهم يا رب اجعل أعمالنا خالصا لوجهك الكريم، واجعلنا في الجنة جارا لمحمد صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.